السلام عليكم. لو انا عايز الالوان هنا تيجي اوتوماتيك، يعني لو انا عملت الستاتس اللي هو كود ايه ابروفال يروح واخد لون اخضر، والبي مثلا ياخد اصفر والسي ياخد احمر. طبعا زي ما انت شايف هي ما بتعملش اوتوماتيك. طب اعملها اوتوماتيك ازاي؟ هاجي هنا واقول له كونديشنال فورمات، واقول له انا عايز نيو رولز، انا عايز قاعده جديده خالص، فاقول له انا عايز ادي لون للخليه اللي هتحقق الشرط دوت بتوين، يعني من رقم كذا لرقم كذا. انا اقول له ايكوال تو ايه، لو الكود ايه ادي له لون اخضر. اقول له اوكي. طيب اقول له نيو رولز على نفس الخليه من غير ما اتحرك، ودي قاعده تانية ايكوال تو بي، البي هيبقى اصفر. طيب هقول له بقى new rules format only cells that content equal to c، ودي هديها اللون الاخضر. بقول له اوكي وهبدا اسحب بالشكل دوت. تمام. طيب لو انا قلت ان ده بي وقلت ان ده سي وقلت ان ده سي، طيب نلاحظ ان سي ما اتغيرتش، يبقى كده في مشكله في القاعده. خلينا نرجع جولز. يمكن انا غلطت واخترت الاخضر بدل الاحمر. هو جهاز بيعمل ريندر بس فبطيء شوية. خلاص قلت له خليها احمر بدل اخضر. اوكي. طبعا ده هيسهل عليا كتير ان انا اول ما اكتب الحاجة تتغير. وطبعا ده الكلام ده يناسب كل الناس اللي شغالة في اي مجال، ان هو يسهل على نفسه ان هو يعرف فين المشاكل والاخطاء وهكذا.